بعباده ملائكته تشرق في عرفات وحدة الأمة في إقبالها على بارئها وتبتلها وإخباتها تتجلى معاني الإنسانية العليا بأروع حللها وأبهى صورها. عرفة منبر الأرض. الشمس تتسلق في شغف خجول أفق المؤمنين المغسولة أفئدتهم بطهر اليقين اللاهجة ألسنتهم بدعاء رب العالمين. أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. ألا إنما هن أربع، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. تعاقبت الأزمان والدهور، صورة الإسلام الحقيقية، ولا تزال كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة الذي تزدهر به الحياة مشاعل هدى ونور تشتمل على أعلى الأخلاق للخطباء من بعده. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو تعالى أهل أن يتقى وأهل أن يغفر. اتقوه لتنالوا بتقوى سعادة الدنيا والآخرة. الكلمة المفتاحية هي يحرص. فسماحة المفتي العام حفظه الله وأمد في عمره بالفضل دائما يحرص على أن يوهب المسيئون للمحسنين، يحرص على أن لا ينقلب أحد، بحيث إن هذه الخطب الجامع بينها خلال هذه العقود المباركات هي أنها ترسخ في القلب قبل العقل. فديننا هو الدين الكامل، وديننا هو الحق، وما سواه هو الباطل بحكم الله العادل، ونبالي بأخذ بكل تقدم ورقي، ولا نحجم عن شيء من ذلك شريطة أن يكون في إطار ديننا وتعاليم شريعتنا. شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ تتكلم ويتحدث في سيد العرفات عن القرآن الكريم كالمصدر الأول، وطبعا والسنة النبوية الشريفة المصدر الثاني، المصدرين المهمين للمسلم لحياته سواء ماديا ومعنويا. ولذا كل حياتنا ونسكنا وصلاتنا وصدقاتنا وزكواتنا وصيامنا كل شيء ما يتعلق للعبادة لله عز وجل. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فيما يرضيه، وهل أرضى عنده سبحانه من دعوة عباده إلى توحيده وطاعته؟ فكيف إذا كانت الدعوة من منبر عرفة؟ فهنيئا لمفتي الديار السعودية عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ بما نال من ثقة ملوك البلاد فهد وعبد الله وسلمان. باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين. عام 1402 للهجرة كان بدء اعتلاء الشيخ منبر عرفة. ومن آثار التقوى أن الله يجعل للمتقي من كل هم فرجا، ناصحا ومرشدا ومعلما، واستمر على ذلك 35 عاما. فأنعم به من اصطفاء كريم من رب عليم حكيم. Thank you.
ولد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مكة عام 1362 هجرية الموافق ل 1943 ميلادية. وهو يعاني من ضعف البصر، واستمر الضعف معه مع محاولات علاجية ما كتب لها النجاح حتى فقد البصر تماما. وفي أول عمره كان يبصر إلى مسافة يسيرة قريبة منه، لكن مع التقدم في العمر ومع العمليات التي أجراها الجراحية لم يكتب له النجاح ففقد البصر تماما. ونلاحظ أن سلسلة نسب الشيخ كلها سلسلة علماء ومشايخ وطلاب علم. وتيتم الشيخ صغيرا، توفي والده رحمه الله والشيخ في الثامنة من عمره، فتولت والدته المربية الصالحة سارة الجهيمي تربية الشيخ والعناية به في تعليمه وفي ممارسته للخطابة وطلبه للعلم. حفظ الشيخ عبد العزيز القرآن صغيرا على يد الشيخ محمد بن سنان أحد كبار مشايخ الإقراء والتحفيظ في المملكة، ثم تلقى العلم على جملة من كبار علماء المملكة على رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأول للمملكة، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي الثاني للمملكة، والشيخ عبد العزيز المرشد والشيخ عبد العزيز الشثري وغيرهم من كبار علماء المملكة. أما رحلة الشيخ في طلب العلم عن طريق المدارس والمعاهد النظامية فابتدأت بدراسته في المعهد العلمي بالرياض، وبعد أن تخرج في المعهد ونال الشهادة منه التحق بكلية الشريعة ونال منها شهادة البكالوريوس في علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية. بعد أن تخرج الشيخ في كلية الشريعة وبما يحمله من شهادة نظامية ومن تحصيل علمي شخصي، أصبح الشيخ معلما في المعهد العلمي، ولتميزه العلمي استقطب ليصبح أستاذا في كلية الشريعة، وترقى في المناصب الأكاديمية حتى أصبح أستاذا مشاركا. عين عام 1487 ميلادية عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة، وبعد هذه السنة بخمس سنوات فرغ من التدريس الجامعي ليصبح ضمن الطاقم الوظيفي والعلمي في الرئاسة العلمية للبحوث والإفتاء. وظل من عام 1412 إلى 1416 هجري في هذه الرئاسة إلى أن صدر أمر ملكي عام 1416 هجري يوافق 1996 ميلادي بتعيينه نائبا للمفتي العام للمملكة. وفي عام 1420 هجرية الموافق 1999 ميلادية أصبح سماحته المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. وهو أطول من تولى الإمامة والخطابة في هذا الجامع، ليس فقط في العصر الحديث ولا في التاريخ السعودي فقط، وإنما على مدى التاريخ، على مدى تاريخ الحج وتاريخ جامع عرفة. امتاز الشيخ فوق المنبر بعلمه الغزير وحافظته القوية وطلاقة لسانه الظاهرة وفصاحته وضبطه النحوي واللغوي وجهورية صوته كذلك. مفتي المملكة العربية السعودية منذ ربع قرن ورئيس هيئة كبار العلماء، وقد نال ما نال من منزلة رفيعة بعلمه وجده لا بحظه وجده. عمل إماما وخطيبا في جامع الشيخ محمد ابن إبراهيم، ثم في جامع الإمام تركي ابن عبد الله في الرياض. عمل أستاذا مشاركا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في الرياض، ومدرسا في المعهد العالي للقضاء. عين نائبا لمفتي المملكة عبد العزيز ابن باز، ثم أصبح مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء. أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة وكلية أصول الدين والمعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة بجامعة أم القرى. للشيخ حضور في المحافل العلمية والندوات ونشاط في إلقاء الدروس والمحاضرات
والمشاركة في البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون. شيخ قد اجتبي لهذا المقام وكان لبثه فيه كل هذه المدة المباركة من غير عوج ولا أمت، بحيث كان تبليغه دائما مباركا واضحا ميسرا، وليس هذا بمستغرب، فالرجل من المحتد الذي نعلمه، والرجل بالاستقامة التي تشبه السبيكة المباركة المستمرة والتي تعطي لكافة أقواله مصداقيتها، الرجل من خلال توليه منصب الإفتاء العام في المملكة العربية السعودية حرس الله، قد عرف عنه التيسير، يسر ولا تعسر، قد عرف عنه التبشير، بشروا ولا تنفروا، قد عرف عنه الاستيعاب، وقد عرف عنه الوصل بين النصوص وبين سياقاتها، حيث إن الكلام الذي يكون من منبر الإفتاء دائما كان بفضل الله تعالى كلاما فيه هذه الشروط، وهذا هو الذي يحمله معه سماحة الشيخ إلى منبر عرفة نيابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث يكون الأمر ذاته، يرفض كل ذلك مسلكه الصافي، حيث إن الرجل يشهد له بالطهارة ويشهد له بالاستقامة ويشهد له بالورع ويشهد له بالتقوى المستدام، لا نزكي على الله أحدا. معروف أن شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ هو منذ 3 عقود استمر بخطبته كالخطيب في صعيد العرفات يتكلم ويخطب الناس الجميع، يعني طبعا هو معروف بمكانته وسمعته عند عقول المسلمين وقلوبهم، يعني بدعائهم إن شاء الله تعالى والناس جميعا، ولذا لازم أن نحمد الله عز وجل، نحن محظوظين بهؤلاء العلماء الأجلاء ما دامهم فيما بيننا ينورون بإذن الله عز وجل قلوبنا وأقولنا بالعلم والحكمة، وهو مشهور يعني طبعا وكالخطيب يعني الكبير في العالم الإسلامي بآرائه وفكره المعتدل طبعا، وفي نفس الوقت إداريا هو ناجح جدا في هذا المجال. في بطاح عرفات تتنزل البركات والرحمات، فتردد جموع الحجاج بقلوب منيبة خاشعة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، عباد الرحمن بمشاعر يملأها الإيمان، ماضون على إرث أبيهم إبراهيم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع الذي يكون حاضراً وينبغي أن تتم النيابة فيه بجوامع الكلم وبالقول الميسر، ولكن بالقول الهادف الذي لا يهدر هذا الزمن الاستثنائي، بحيث حين يكون عندك الملايين شهودا والمئات من الملايين بطريقة غير مباشرة، هذه فرصة تحمل وراءها مسؤولية جسيمة. من مدلول شهادة الرسالة تصديق محمد صلى الله عليه وسلم والحرص على إقامة